السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة حلوة الميمة. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم حلوة الوزتين، حلوة عادية يعني للحياة ديالنا اليومية. المكونات اللي غنحتاج هاد الحلوة هادي 125 غرام ديال الزبدة تكون على درجة حرارة المطبخ، 130 غرام ديال السكر الخشن اي سنيدة، جوج البيضات، نصف كأس ديال الزيت، فانيا وحدة، 5 غرام ديال الخميرة الكيماوية، معلقه كبيره ديال القشور ديال البرتقال المعسلين. الا ما كانش مشفرين عندكم القشور ديال البرتقال المعسلين تقدروا تعوضوهم بقشور ديال البرتقال طريين او القشور ديال الحامض، والدقيق حسب الخليط. على بركة الله ناخذ الزبده نضيف عليها السكر، نضيف الزيت، نضيف قشور ديال البرتقال. بالنسبة لقشور ديال البرتقال سبق لي تكلمت لكم عليهم في فيديوهات سابقة ديال طريقة تحضير ديال قشور البرتقال المسلوق. ندمجو هاد العناصر مع بعضها، نضيف جوج بيضات، دابا نبدا نضيف الدقيق شوية بشوية حتى يتجمع ليا الخليط، ونضيف معاه 5 غرام ديال الخميره الكيماويه اللي عندي. هاي العجين تجمعات لينا، خاص العجين ديالكم تجي بحال هاد الشكل هذا، تكون رطبه ماشي قاصحه. نحتاج للتزيين عندنا السمسم، ونحتاج عندنا كاوكاو محمر ومهرمش، نحتاج الابيض البيض. هنشكل كويرات كل حجم ديالهم متوسط، على الشكل هذا. سناخد ابيض بيض، سندهن الكويره ديالي على هذا الشكل، ونرمدها في الزبدان في السمسم مزيان. هكا تنثبتو الزبدان عليها مزيان، تنضغطو بيدينا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا، وغنوضعها في صفيحه اللي غتدخل الفرن. نفس العمليه تمسحي يدينا باش ما طلعش لنا العجينه، نفس العمليه غنديرها ونمرمد في كاوكاو اي فول سوداني. ها
على هذا الشكل، تندهنو بأبيض بيض. نضع في كاكاو مهرمس تنثبتو كاكاو عليها مزيان بحال هاد الشكل هذا، تنضغطو بالاصبع ديالنا على الحلوى بحال هاد الشكل هذا. ولا تشقات ليكم جمعوها ما تخليوهاش مشقة بحال هاد الشكل. كنبقى ندير نفس العملية حتى تنسالي، وندخلو الحلوى ديالنا الفرن كطيب، خص تكون الحرارة متوسطة والفران سخون. تنشعلو ليها من تحت كتحمر حد شوية، تنشعلو ليها من الفوق غير تذهب لينا شي شوية ما تحمرش بزاف، وتنخرجوها من الفران. تلقاو ان شاء الله من بعد ما طيب لينا الحلوى ديالنا. هي الحلوى ديالنا من بعد ما طابت، ما تنحمروهاش كما سبق لي وقلت لكم ما تنحمروهاش بزاف. طبعا نخليوها حتى تبرد، من بعدها غنزولوها من لاطا. دابا غنمروا باش نزينوا الحلوى ديالنا. غنحتاج للتزيين معلقه ديال الناباج زائد جوج المعالق ديال الكليكوس، تنسخنوهم فوق النار، تنضيفوا عليهم النكهه ديال الفراوله، فيها نكهه ونفس الوقت كتعطينا حتى اللون. دابا غنزين بها الحلوى ديالي. الزين كيبقى اختياري حسب الذوق. هي الحلوى ديال الدوازاتين اللي حضرنا اليوم في الشكل ديالها النهائي بالصحة والراحة. كنتمنى هاد الفكرة تنال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم الفيديو عملوا لايك، بارتاجيو الفيديو مع العائلة ديالكم والأصدقاء، ولا اللقاء مع وصفة جديدة.